ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي. النهارده عملت لكم وصفه تطويل الشعر وانبات الفراغات. الوصفه رائعه جدا اللي بتساعد في انبات الفراغات من اول 14 يوم استعمال للوصفه دي، وهتلاقي شعرك طويل جدا وكمان كثيف ما فيهوش اي تساقط، بالعكس هتلاقي ان طلع بيبي هير في شعرك وهيبدا شعرك يكون كثيف وصحي اكتر. لو عايز تعرفي الوصفه دي هنعملها ازاي، يلا تابعي الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في قناتي. يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم وصفه تطويل الشعر وانبات الفراغات، الوصفه الحلوه جدا اللي انا بحب استخدمها جدا لشعري، اللي بتساعد جدا في التطويل في وقت قصير جدا. يلا بينا نبدا في وصفه النهارده على طول، بمكونات سهله جدا، بس اول حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي ويلا بينا. اول مكون معانا هنحتاجه في وصفه النهارده هو القرنفل. القرنفل من الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحب اعتمدها في كل وصفاتي. اللي متابع قناتي هيعرف ان انا القرنفل ده ما ينفعش يستغنى او ما ينفعش يطلع عن الروتين بتاع شعري والوصفات اللي انا بستخدمها، ودايما بحب اقول لكم عن قد ايه فوائد القرنفل رائعه جدا جدا للشعر ولازم تعتمديها في الوصفات بتاعتك. وتاني مكون معانا وهو اللافندر او الخزامي، برضو دي من الحاجات الرائعة جدا اللي بتدي ريحة معطرة جدا لشعرك، وكمان فوائده يعني لا تحصى، بجد من الحاجات الحلوة جدا اللي بتطول الشعر في وقت قصير جدا جدا جدا، وكمان بتدي ريحة حلوة جدا للشعر، وكمان بتطول الشعر وبتوقف التساقط نهائيا، وكمان بتطلع الشعر او البيبي هير اللي في مقدمة الراس، فبرضو من الحاجات الحلوة جدا اللي انا مقدرش استغنى عنها. فالمكون المكونين دول ممكن كمان نضيف عليهم الروزماري او اكليل الجبل، دول برضو الروزماري واكليل الجبل برضو من الحاجات الحلوة جدا، ممكن كمان نضيف عليه الحبة السوداء او حبة البركة، برضو من الحاجات الحلوة جدا، ممكن نضيف الحلبة وممكن يعني نضيف بذور الشيا او بذور الكتان. اضافات كثيرة قوي ممكن نستعملها، بس انا اكتفيت بس بالمكونين دول اللافندر والقرنفل. وبعد كده المكون الثالث وهيكون السر بقى بتاعنا النهارده وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون البكر الاصلي من مكان موثوق فيه لازم تشتريه، برضو من الحاجات الرائعه جدا جدا جدا، الا انا بفضلها وما اقدرش احط اي نوع زيت تاني غير زيت الزيتون على شعري وعلى فروه راسي، عشان بحسه كده بجد من الحاجات اللي بتنضف فروه الراس جدا وبتساعد في تطويل الشعر وبتساعد على تحفيز بصيلة الشعر على ان هي تطلع شعر جديد، وكمان بتوصل الدم لفروة الراس، فبالتالي الشعر هيطول بشكل اسرع وكمان التساقط هيقل 100% من اول ما تستعملي زيت الزيتون ده على شعرك. بتحطي الاتنين دول يعني التلات مكونات دول زي بعض كده وتحطيهم في اي علبة عندك مغلقة او في اي طبق عندك، وبعد كده بتحتفظي بيه كده مدة ساعتين تلاتة، يعني ممكن تحتفظي بيه في مكان ضلمة او ممكن تحتفظي في يعني في مكان عادي يعني في نور مش مشكلة، وبتسيبيه ساعتين تلاتة كده عشان اللافندر وحبة والقرنفل يتمزجوا كده مع الزيت الزيتون ويبقوا الاتنين حاجة واحدة. وبعد كده بتبدأي تستخدميه على شعرك، بتاخدي شوية من الزيت ده على اطراف صوابعك وتبدأي تدلكي بيه فروة راسك كويس جدا، تتأكدي ان الزيت وصل لكل المناطق اللي في شعرك، وبعد كده تمشي بالزيت ده على كل شعرك من اول الفروة لحد الاطراف وتسيبيه على شعرك ساعتين او ثلاث ساعات، وبعد كده بتغسلي شعرك بشامبو وبلسم وحمام الكريم بتوعك. كمان في تركية حلوة جدا عشان زيت الزيتون ده يتفاعل اكتر مع المكونات بتاعته، بنجيب اي طبق عندنا وننزل عليه بالمية السخنة ونحط العلبة بتاعتنا اللي فيها الزيت موجودة جوه يعني جوه البرطمان كده او جوه حمام البخار لمدة 5 دقايق كده، ويعملي حوار حمام البخار ده كل مرة بتستخدمي الزيت ده، عشان الزيت الزيتون لما يبقى سخن بيبقى افضل بكتير، مش سخن بمعنى سخن قوي بس اللي هو ياخد كده لمسة من حرارة المية. فبتبدأي تستخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع على فروة راسك وعلى الشعر كله، وتسيبيها ساعتين وبعد كده تغسلي شعرك. فأقل يعني ممكن من اول استعمال لك الوصفة دي هتلاقي شعرك اتحسن بشكل ملحوظ جدا، ومع استمراريتك على الوصفة دي خلال شهر واحد بس هتلاقي شعرك طول ممكن 6 او 7 سنتي، وده رقم كبير جدا. فجربي الوصفة دي وبجد ادعيلي ومش هتندمي خالص، ومتنسيش الاشتراك في قناتي، وبحبكم جدا ومع السلامة.